السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مشروع نتاع محول في وسط قسنطينة، يقع بالقرب من فندق ماريوت، واللي سال عليه كثير من الحبر بسبب القرب ديالو من موقع اثري نتاع ان اكوادوك، جسر حامل الماء يعود تاريخه الى ما قبل الميلاد. يعني واحد من أقدم المناطق الأثرية في قسنطينة. إذن هذا المحول بعض الجهات من الحومات نتاع المناطق الأثرية في قسنطينة والجمعيات اللي تهتم بهذا الأمر وبعض المسؤولين على مستوى الولاية والبلدية بتاع قسنطينة لقوا بأنه قال لك أنه تقريب كثير لهذا المعلم التاريخي وصرا فيها هضرة كبيرة، لكن مديرية الأشغال العمومية باشرت في الأشغال وانتهت في الأشغال في ظرف وجيز. تم إنجاز هذا المحول ربما هي من ناحية يعني لا سيركيلاسيون، يعني لا فلويديتي تاع لا سيركيلاسيون، سوف يحسن الظروف نتاع السير نتاع في المدينة، لكن الأيام المستقبل سوف تقول لنا إذا كان فيه، إذا كان هذا الطريق سيؤثر على هذا الفيادوك الاكوادوك اللي هذا المعلم التاريخي اللي يعتبر جزء من تاريخ نتاع قسنطينة. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.